جئنا اليوم لنثبت لكم بأننا نعمل وفق مبدأ العدالة والمساواة بين كل مناطق نينوى وجنوب الموصل والقيارة على وجه الخصوص، مستمرين وعازمين على استكمال طريقنا الذي رسمناه بمبادئ نفذت وبعضها قيد التنفيذ. ولكي تستمر عجلة الإعمار والخدمات الخيرية التي بدأ بها سيادة المحافظ منصور المرعيد منذ أيام النزوح ولحد هذه اللحظة، يجب أن تكون عزيمتكم وإصراركم بأوج صورها وفي ذروة عنفوانها، كما وقفتم وقفة رجل واحد إبان انتخابات مجلس النواب، وكلنا ثقة بكم ونعي جيدا بأننا جئنا على أناس لطالما كانوا عند حسن ظننا والعكس صحيح. أخوتي وعزوتي وأهالي قرية وادي الصفا الكرماء الأجلاء وبقية المناطق المحترمون، أمامنا وأمامكم صولة جديدة وفرسانها أنتم، وبصريح العبارة جهودنا التي نقوم بها والمسؤوليات التي أنيطت إلى سيادة المحافظ صعبة جدا، لكنها تلين وتتسهل أمام تكاتفكم وتعاونكم ووحدتكم لنكون صوت واحد ويدا واحدة وجسد واحد. أنقل لكم تحيات وسلام سيادة المحافظ الذي يعتبر هذه المنطقة وبقية المناطق من المناطق الأصيلة بأهلها ولها مكانة خاصة، لذلك أخذ على عاتقه مسؤولية مستقبل منطقة وادي الصفا وأهلها الأعزاء لمواقفهم معه إبان الانتخابات السابقة. واليوم يحثكم ويطلب منكم أن تكرروا وعدكم الذي نفذتموه بكل صدق، ويقول لكم يجب أن نبحر بسفينة واحدة حتى إذا كنا ضد التيار، وكل أمل وثقة بأنكم بوجهائكم ورجالاتكم الخيرة الكريمة التي لها باع طويل في الخدمة في خدمة المنطقة بأن تكونوا معنا في معركتنا القادمة التي أعتبرها الفصل في مستقبل نينوى ومناطقنا بشكل خاص. وأخيرا وليس آخرا، الشكر الجزيل والعرفان والتقدير لصاحب هذه الدعوة الكريمة الأخ وليد الإبراهيم الجاسم وأخوته الكرام، وكذلك نقدم كل احترامنا وشكرنا لكل من حضر هذا الجمع المبارك المؤمن بقضيته، ونحن معكم ومنكم ولكم.